دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. البحث عن سائق انصدم بيكاب على طريق جرش ولاذ بالفرار. استمرار المقابلات للممرضين الأردنيين للعمل في ألمانيا حتى الخميس المقبل. المفرق تصدر 472 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية منذ بداية العام. تخصيص 172 ألف دينار لدعم ثقافة من مجلس محافظة الزرقاء. 4.2 نسبة التضخم بالأردن حتى نهاية أيلول الماضي. استقرار على أسعار الذهب اليوم. الناطق الإعلامي باسم الهيئة المؤقتة للنادي الفيصلي يطالب إدخال تقنية الفار للملاعب الأردنية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.